ملك جبار غزا واحدة من البلاد، فخد ولد كان وحيد أمه، أصروه خدوه على بلادهم البعيدة. فبدأت رحلة الأم لحد ما وصلت لبلد الملك وطلبت مقابلة الملك المستبد. فتعجب الملك إزاي واحدة ست ضعيفة وكبيرة في السن كده قدرت تمشي كل المسافة دي وتوصل لقصره. فسألها الملك، إزاي مشيتي كل المسافة دي وإزاي جيتي البلد وهي مجهولة بالنسبة لك، وإزاي عديتي البحور والأنهار والجبال والغابات والأدغال، عديتي إزاي من الوحوش المفترسة وقطعين الطرق، ازاي جيتي لهنا لوحدك وانت ما معكيش حتى سلاح تدافع بيه عن نفسك؟ الست ردت عليه وقالت له، لقيت خنازير بريه ودببه متوحشه وبصيت للنمور زي نظرتك دي، بس الحيوانات عندهم قلب وكنت بتكلم معاهم زي ما بتكلم معاك كده وبحكي لهم على قصتي. فالحيوانات كانت بتنزل راسها في الارض وبتسيبني عدي. انت ما تعرفش ان الحيوانات عندهم قلب وبيحبوا ولادهم برضو؟ استغرب الملك من كلام الست وامر انهم يطلقوا سراح ابنها وقال لكل الموجودين اهتفوا للست العظيمة دي تمجيدا لها لانها اعظم ام انا شفتها في حياتي. امك الحب اللي في قلبها ملوش حدود، هتحارب علشانك بدون تفكير، هتضحي بنفسها وبكل ما تملك علشانك. ربنا يرحم كل ام فرقت الحياة ويحفظ لنا كل ام منورة لنا حياتنا. انتوا كنتوا بتسمعوا ايمن الجهري.